تجوز الصلاة بثوب عليه نجاسة من الصعب إزالتها مثل الدم؟ تغسل النجاسة حتى يذهب أثرها من لون أو طعم أو رائحة، فإذا غسلها غسلا كافيا وبقي أثر يعجز عن إزالته كاللون فلا بأس بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل دم الحيض الذي يصيب ثوبها، أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: ولا يضرك أثره. يعني إذا غسل غسلا كافيا وبقي أثر لا يزيله الماء فإنه لا يضر بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.